تعال نبص برضه على تايب سكريبت مع رياكت. تايب سكريبت اللي برضه محدش عنده خلفية عنها هي سوبر سيت لانجويج على الجافا سكريبت، بتخليك تكتب كود بشكل واضح، بيديلك انوتيشنز، بيديلك ستاتيك تايبس ديفينيشنز، بتعرف تشتغل مع انترفيسز، بتعرف تشتغل مع موديولز، مع تايبس، فبيديلك كمية فيتشرز رهيبة بتخلي الكود بتاعك يبقى الانتجريتي فيه عالية بشكل رهيب جدا، وكمان بتخلي الدنيا عندك منظمة بشكل كبير. انت مثلا لما تبقى شغال على فانكشن، لو انت عايز تستقبل فيها انتجر، لو بعت لك سترينج هيطلع لك ايرور، فانت شغال كود جافا سكريبت لكن مع اضافات ظريفة جدا. بص بس الاول على التايب سكريبت لو انت ما عندكش خلفية عنها، بعد كده تعالى بص شوف ازاي تعملها انتجريشن في الفيديو ده. لو انت دلوقتي لما تيجي تسطب البروجكت بتاعك، لما تيجي تعمل انستول، طبعا احنا مش عايزين الخطوه ديت، احنا كده بنشتغل بالام بي اكس. لما تيجي تسطب الابلكيشن بتاعك كريت رياكت اب، بتكتب الماي ابلكيشن، بعد كده تقول له السكريبت بتاعك هو رياكت سكريبت فيرجن، اللي هو السكريبت داش فيرجن رياكت داش سكريبت داش تي اس. فده طبعا هيبتدي يعمل لك الفايلات، هتلاقي عندك فولدر السورس دوت، هتلاقي في عندك فايلات جديده اتضافت زي التي اس كونفج، التي اس لينت، طبعا باكج جيسون مش محتاج. السورس عندك بقى فيه فايل اسمه اندكس دوت تي اس اكس، ده بتشتغل عليه بدل الاندكس دوت جي اس. تمام، الفايلات زي ما احنا عارفين في رياكت، انت ممكن تعمل فايل دوت جي اس او دوت جي اس اكس، او في الحديث مثلا دوت تي اس او دوت تي اس اكس. فدي فكرة انك تشتغل بالتايب سكريبت، هي تبقى ظريفة جدا خصوصا لو البروجكت عندك بدأ يكبر، فالأفضل انك تشتغل بيه تايب سكريبت عشان تتأكد الدنيا شغالة تمام وما تضربش معاك لما الدنيا تكبر.